خلاص كده تشكر، خلاص بيسجل كده، ربنا يعوضك. لا خليك يا ابونا، انا بس هبتدي يعني هقول لحضرتك اللي هو الموضوع بس دقيق شوية. احنا اتكلمنا عن الإدانة وحضرتك كلمتني عن وكلمت التسجيل عن واتكلمنا في كذا مرة عن ايه هي الإدانة الحقيقية، فلأن الموضوع حساس قوي برضو عايزين مش نفرق بين الإدانة والقضاء، لا ربنا برضو فاتح ذهني لأن الموضوع ده تعب ناس كتير وهي معذورة، الناس معذورة في نقطة، أي واحد كده ينفع من بيته يدي رأي، يعني واحد في الشارع سمع مثلا أبونا أو الأسقف قال حاجة، قال إيه ده إزاي ده، هل لي الحق يقول إيه ده وإزاي؟ واحد في مدينة ما، واحد في روما أو في روسيا، واحد في روسيا أو وشاف ان البابا قال حاجة، هل ليه الحق؟ انا بتكلم بس في حكاية الحق، احنا عرفنا القضاء حضرتك قلت، وربنا انا فتح ذهني وقلت برضو ان القضاء ده واحد عايز هو اللي يكون مكان الناس، فعايز يقتل حد زي الكتبة والفرسين لما رموا عايزين يرموا المرأة الخاطئة بحجارة، عايزين يقتلوها عشان هم يرتفعوا. ففهمنا الفرق بين الإدانة والقضاء، أي إنسان مش منقاد من روح الله وعايز يكون ليه وجود فبيدين علشان يقضي، عشان يحكم، عشان يحبس الناس ويدخل. لكن أنا بتكلم في نقطة حساسة أكتر وأدق اللي هي الحق، هل أنا من حقي واحد عادي موظف في مصر، البابا قال حاجة، هارون قال حاجة، أو داوود عمل حاجة، أو سليمان عمل شيء، هل من حق واحد في الشعب أيام داوود أو النهاردة أو واحد في اليونان، هل من حقه يقول لبابا روما بس النقطة دي مش صح؟ إمتى يكون من حقي وإمتى ما يكونش من حقي؟ أنا دلوقتي موجود في قرية في الصعيد، أنا موجود في القاهرة، أنا إكليريكي، أنا شماس، أنا أسقف، هل من حقي أنا أسقف أقول للبابا بس النقطة دي مش صح؟ وهل من حق واحد في الشعب ماشي، هل من حق بنت سنها 10 سنين تقول إيه ده إزاي البابا يقول كده؟ هل من حق فتاة في سوريا، واحدة في لبنان، واحدة في روسيا تقول للبابا إيه ده؟ فإمتى من حق الشخص أسقف أو بنت صبية أو شخص فتى، إمتى من حق أقول البابا غلط مش غلط؟ وهل لو قلت هتبقى إدانة؟ يعني أنا لو قلت مثلا البابا إزاي يعمل البابا كده أو بنوتة، فهل من حق، فإمتى الإنسان يكون ليه الحق يدي رأي؟ أنا أعتقد كده يعني حضرتك وصل السؤال لحضرتك. شوف يا أخواني، الناس مع موت البصيرة ما بقتش عارفة تميز أو تفرق ما بين كلمة الحق والإدانة. الأمور بقت دلوقتي داخلة في بعضيها، الإدانة هو إنسان ينصب نفسه مكان الله، وده اللي عمله الشيطان، كان عايز ينصب نفسه مكان الله. الإدانة إن أشهر بإنسان يعني نظام قتل سمعة أو لأجل منفعة شخصية، وفعل الإدانة في النفس بيكون مر جدا. أما كلمة الحق هي نور بيشرق في الظلام، هو صوت الروح القدس الصارخ داخل الإنسان، داخل ضمير الإنسان، والإنسان لا يستطيع أن يقاوم الروح القدس في أنه ما يتكلمش بكلمة الحق لو كان منقاد بروح الله. ومع كلمة الحق
هلاقي ارتياح داخل عميق، هلاقي سلام في النفس. أما مع الإدانة هلاقي مرارة في النفس. كلمة الحاج هي اليد اللي بتشاور على الغلط وتقول له أنت غلط، وتشاور بكل قوة. بس فيه وقود لكلمة الحاج. إيه هو؟ زي ما قال السيد المسيح عن نفسه، ليس له أين يسند رأسه. واحد ما عندوش حاجة يخاف عليها، فعشان خاطر كده بيقدر يقول كلمة الحاج بكل جراءة بكل مجاهرة. واحد زي القديس يوحنا المعمدان، الطبيعي ان هو الكاهن ابن الكاهن، بس ليه الله فرج النفس دي او عزل النفس دي في البرية، ما خلهاش زي بقيت اخواتها، يعني من سبط كهنوت في الطبيعة انه كان يتربى ما بين الكهنة. الله كان عارف ان النفس دي هتكون متجردة، ونفس محب وصارمة إلى أبعد الحدود. هتقدر تقول كلمة الحاجة حتى لو هتقطع رقبته. فاختار النفس دي ان هو ياخدها في أحضانه في البرية. ما كانش عايز يخليها تحت رتبة كهنوتية عشان ما تجيش في يوم من الأيام وتتمسك بسلطة أو تتمسك بحاجة من أمور العالم. لا، تقول كلمة الحق وهي مش خايفة من حد ولا من حاجة. والحاجة دي عملها السيد المسيح مع أبائنا الرسل. يقول سفر أعمال الرسل إن أبائنا الرسل تركوا كل شيء، اتخلوا عن كل حاجة. وكان دايما حتى القديس بطرس بيقول يا رب هتكون ايه أجورتنا؟ كان بيقول لهم أجرتكم على الأرض نضعف. نضعف يعني استنارة كاملة تقدر توصلكم الكمال بسهولة، نور في عز الظهيرة، وفي الآخر الحياة الأبدية. فما يقدرش إنسان يقول كلمة الحق وهو لسه متعلق بالعالم وأمور العالم. صعب علي، بتبقى صعب على نفسيته. ما كانش إنسان متجرد إن ما كانش يقدر يقول كلمة الحق بسهولة. فالكنيسة النهاردة مش عارفة تميز ما بين كلمة الحق وما بين الإدانة، ودي الحاجة اللي بتخلي الواحد في حالة من يا رب هي الناس فايقة لنفسها ولا لا. فربنا يفتح بصائر الناس. ايه السبب اللي خلاني اتكلم؟ اكتر من حاجة يا اخي، يعني الناس محتاجين يسمعوا. اولا السيد المسيح فتح ذهن على حاجة، ان تلاميذه ثلاث انواع. نوع، السيد المسيح قال له تعالى انا عايزك. ونوع، السيد المسيح بيجي يعمل قدامه آية فبيجي يمشي وراه. والنوع الثالث بيجي يمشي ورا المسيح من نفسه. فكل إنسان هو تلميذ للمسيح. التلمذة للمسيح ما انتهتش على الآباء التلاميذ بس، قال لهم اذهبوا وتلمذوا، يعني بالمعنى الأصح خلوا الناس تلاميذ ليا وعلموهم طريقي عشان أقدر أكمل حياتي فيهم على الأرض. لأن في المرحلة اللي بيموت فيها الإنسان بيقوم المسيح جواه وبيكمل بيه إلى الكمال المسيح، على حسب اشتياق الإنسان وعلى حسب الحرارة الروحية اللي هو بيطلبها أو العمق اللي هو بيطلبه. فحصلت يعني أمور في حياتي زن السيد المسيح في المكان اللي كنت فيه. كان قبل ما اتقابل مع حضرتك بحياة بسيطة وراني حلم عجيب شوي. كنت واقف واتفتحت قدامي نظام زي حاجة زي صندوق كده فيه كنز،
والصندوق ده من فوق الكنز فيه نظام بشارة بصليب، بس البشارة والصليب حتة واحدة، مش على حتتين، لا دول حتة واحدة. فوقفت أطل حواليا، ليه كل الناس اللي حواليا مش شايفة كده؟ ده حاجة أنا مستغرب لها. فقبلت البشارة بالصليب، فلقيت الكنز اتفتح لي. يعني فوق الكنز عبارة عن ايه؟ عن بشارة بصليب. ومجرد ان اقبل البشارة بالصليب هيتفتح الكنز. والله فهمني في الحلم ان البشارة بالصليب دي، البشارة هي ان اقبل ان اقول كلمته وابشر بكلمته، كلمة الحق. والكنز هو عبارة عن العطايا اللي اعطاها الابائنا القديسين زمان، خلتهم صاروا في الطريق، او بالمعنى الاصح نعمة الاستنارة اللي اعطاها الابائنا. ودي حياة الله فهمها لنا. يعني الكنز ما كانش عبارة عن كنز تابوت فرعوني او امور من امور العالم، لا، ده هو كان موضوع له معنى روحي. فبعدها بحياة بسيطة حضرتك كنت جي، فلقيت نفسي في حاجة سيقان ان انا اتكلم. وكنت قبل ما اروح المكان اللي كنت فيه كنت في دير من الأديرة، فكان في اب من الاباء قال لي يا ابني تعالى انا عايزك. فالاب ده بطبيعته مش ما بيتكلمش كتير، يعني ما بيتكلمش مع حد. قال لي انا ارتحت لك وربنا عايز يوصل لك رسالة من خلالي. فقلت له تفضل. فقعدت انا، هو انسان مستنير، ربنا اعطاني على فمه حاجات كتيرة جدا بنتني انا روحيا. قال لي يا ابن ربنا هيستخدمك الايام الجاية، وهتبقى من الناس اللي الله يشتغل بيها. فالله عارف قلوب البشر وعارف اشتياق كل انسان. انا اشتياقي ان كل الناس تصبح قديسين. ماليش دعوة بايه طبيعة البني ادم اللي قدامي، ايه وضعه، ماليش دعوة. حتى الفترة اللي فاتت كلها ربنا عمال يقول لي شوف كل الناس قديسين. حقيقي ان الانسان، كل انسان له سقطاته، ولكن كل ما بيجيني فكر من ناحية انسان او انسانة، كل الناس قديسين يا رب، كل الناس قديسين يا رب، ده بيحفظ طهارة فكري. ولكن الجندي مش طول المعركة بيبقى كسبان المعركة، بيجرح بعد ساعات بسهام او بيجرح بعد ساعات من اعدائه. ولكن الله رجل الحرب زي ما قال عن نفسه في الكتاب المقدس، هو اللي هيقودنا في موكب نصرته عشان خاطر نوصل لبيتنا الابدي. فالله منذ صغري بيتعامل معايا بثلاث طرق، بيتعامل معايا بالحلم، بيتعامل معايا بالكتاب المقدس او الكتب المقدسة، بيتعامل معايا بالمواقف على ارض الواقع. هو عارفني ان دايما احب ان انا اسأل، فمواقف ارض الواقع دي بتكون بناءة ليا بطريقة ممتازة، لان الموقف دي بيبقى عامل بالنسبة لي زي المشرط. الله بيستخدم الموقف بعد ساعات بيبقى قاسي عليا جدا، ولكن من محبة الله انه بيعمل معايا كده. فالموقف على الرغم ان هو بيكون صعب الا انه بيعلمني درس لا انساه. وكل موقف بيجي معايا ويكون صعب جدا بيتحفر في عقلي حفر، فالله بنعمته بيتعامل معايا بطرق كتيرة جدا، وكل حاجة عارف هي تبنيني امتى وفين. كذلك الامر دايما، يعني انا بقول لله يا رب بعت له خبز فريضتي، خبز فريضتي اللي هو الكتاب اللي يشبعني روحيا. والله دايما بيبعت لي كل كتاب يشبعني روحيا، دي نعمة من عند الله هو بيديها لكل انسان. بس يا اخ هاني، كل مرة
أنا بسجل مع حضرتك فيها، بعديها أنا بشوف المرار، حروب تجي من كل نوع، حروب فكرية، حروب جسدية، مخاوف من الشيطان أكتر من مرة، وأنا أشوفه يجيني كأنه مسكني بيذبحني. هو عارف كلمة الحق زي النور وتشرق فبتزعجه، كلمة الحق بتدمر مملكة، فالطبيعي أنه يكون لها رد فعل علي، ودي حاجة ربنا عايز يقول لي. لو مش أنا اللي عايزك تتكلم، طب ليه هو هيحاربك؟ فدي كأن ربنا بيأكد لي أن طالما هو ابتدى يهيج عليك، يبقى أنت كده ماشي في اللي أنا عايزك تتكلم فيه، لأن أنا فيه فكرة بتقلقني اللي هي إدانة الآخر. فبينما أنا بتكلم لاقي ارتياح داخلي، ولاقي فرح داخلي وسرور داخلي إني الكلمة أولا، بينما أنا بتكلم ربنا بيحط كلام في عقلي وعلى لساني أنا بكون أول مرة بعرفه. أوقات كتير بعد ما سجل يجي بأصوات مزعجة، أو يجي مثلا بأصوات لا تليق، أو يجي مثلا بصور ومناظر لا تليق، فبيحارب بكل نوع، فحروبه بتكون متنوعة. والغرض من الحروب دي يا رب عايز يعلمني إزاي أحاربه، أو بالمعنى الأصح الحياة دي بتنميني، فده ما بيزعلنيش، لا بالعكس، ده أنا بكون فرحان إن ربنا بيعمل كده لأنه بينميني روحيا. فربنا بيعرف إزاي يبني، يعني زي ما قال الكتاب المقدس الله بنانا، هو بيعرف يبنينا كويس. داود النبي كان دايما يقول لربنا يعني ابني أسوار أورشليم، لأن أسوار أورشليم كتير من هدمت، وده رمز للنفس البشرية اللي بتسقط وتقوم، تقع وتقوم، الصديق يسقط 7 مرات. فالله كان يقدر يخلي أسوار أورشليم محمية طول فترة حياة بني إسرائيل، ولكن كان الله كان عايز يقول خلي بالكوا انتوا بعينكوا، نفس القصة بعينها لكل إنسان وكل نفس بشرية، هتسقط وتقوم لحد ما تتعلم المشي في طريق الروح. فالله بيدرب كل إنسان. في موضوع على حكاية آدم يا ابونا، في ناس كتير بتسأل هل كان ينفع ربنا يختن آدم أو يعمده، هل كان هيفيده؟ فالموضوع ده برضو في ناس كتير عايزة تعرفه، أنا اتكلمت عنه، بس نشوف ربنا عايز يعني يقدر يدي لحضرتك إيه في الموضوع ده، هل هيبنيه، هل هيجدي معاه لو ذبح حاجة فيه ولينزل دم آدم، هل كان هيفيده؟ أبونا آدم موضوع طويل. الآباء في البستان كانوا دايما يلمحوا على أبونا آدم بالذات، لأن عايز تفهم قصة البشرية كلها لازم ترجع لأبونا آدم، لازم ترجع للحالة اللي كان فيها أبونا آدم. صحيح. صورته ومثاله يعني طباعه وصفاته وفضائله، ليه طباعه وصفاته وفضائل الله. الله كان عايزه شبهه. الصورة اللي كان عايز فيها الله أبونا آدم هي صورة السيد المسيح وحياة السيد المسيح على الأرض. الله صحح الصورة في السيد المسيح عشان خاطر كده يقول دايما على السيد المسيح آدم الثاني. والله كان عايز أمنا حواء زي العذراء من النور طبعا يشبع من حبها، ولكن هما عشان خاطر في حاجة حصلت يعني لمح عليها القديس أبو مجار في مرة من المرات، قال للإخوة
ودي شرحت بالموضوع كله. قال الأخوة: يا أخوة، إن لقيتوا الأشجار والعمار قربوا من الإسقيط، اعرفوا إن الخراب قريب. ليه؟ الرهبان طلعوا البرية، ودي الحالة اللي اتخلق فيها أبونا آدم. كان في برية، بعدها بشوية الله لما لقاه في حالة من الفراغ الفكري، أو حالة من اللامبالاة، اضطر يخلق له، أو سماح يعني خلق له الجنة، دي جنة عدن. وجنة عدن كان يعني الفكرة الرئيسية من إن الله يعمل له جنة عدن عشان أبونا آدم يبتدأ يسأل نفسه، أو يبتدأ يسأل الله، أو يبتدأ يفكر. هو الله بيخلق له الحياة دي كجنة أو كحيوانات عشان يبتدأ يسأل الله أو يتكلم مع الله، لكن أبونا آدم تمادى في اللامبالاة. أراح الله خلق له أمنا حواء، خلاص عرف بقى إن سقوطه هيكون قريب. جات أمنا حواء وسقط أبونا آدم، أو الله كان من الحكمة الإلهية إن هو يخلق أمنا حواء بعد أبونا آدم، ومرضيش يخلقهم هما الاتنين في وقت واحد لحكمة إلهية برضو. ولكن اللي يأكد إن أبونا آدم حتى لو أمنا حواء مش موجودة كان كده كده هياكل من الشجرة، إن لما أمنا حواء عطته الثمرة ما قالهاش ربنا هيزعل مننا، ما قالهاش طب نسأل ربنا، لا، ده خد وكل على طول. اللي أكتر حاجة تعبت الله في أبونا آدم هي إن أبونا آدم كان عنده لا مبالاة، عايش وخلاص، ودي حالة ناس كتيرة. بس حالة أبونا آدم هي الحالة اللي اتولد فيها كل البشر، لأن كل إنسان هو أبونا آدم، وكل امرأة هي أمنا حواء. لو كل البشرية اتحطت مكان أبونا آدم وأمنا حواء، هو في استثناء للقاعدة زي العذراء من النور، زي القديس يوحنا المعمدان، دي ناس بدأت من حالة معينة. إيه هي؟ يعني الله لما خلق أبونا آدم خلقه في مستوى جسدي، كان عايزه من خلال الاتصال بالله ومن خلال الصلاة. أبونا آدم كانت في حالة كان في حالة نقاء فكري وقلبي، الطبيعة ما كانتش عارفة الخطية، ولكن الله كان عايزه في هذه الحالة يتقدم للأمام، يطلع نحو الامتلاء من الله بالصلاة، يطلع نحو الولادة من الروح، يكمل طريق الكمال، يوصل للصورة اللي وصل لها السيد المسيح. لكن أبونا آدم رجع لورا، رجع للسقوط، لحالة السقوط. حالة السقوط هي حالة معظم البشرية، معظم القديسين بدأوا من الحالة دي، ولكن فيهم ناس عشان خاطر هم ما كانوش ميالين للخطية، أو ما كانوش عايزين الخطية، أو ما كانوش راغبين الخطية، فبدأوا من حالة النقاء وكملوا لقدام. لكن ناس كتيرة سقطت مع أبونا آدم. فدايما الله جعل لكل قاعدة استثناء، وده اللي عمل تفاوت ما بين أعمار قديسين، يعني يجاهدوا فترة قليلة يمتلئوا كل الملء، قديسين يبدأ من الصفر، من حالة الصفر ويكمل، فمحتاج عمر طويل. فدي النقطة اللي فرقت مع قديسين كتير. القديس يوحنا الحبيب هو أكتر، يعني أكتر واحد وضح فكرة أبونا آدم. قال المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ. طب ليه أبونا آدم أخطأ؟ أبونا آدم أخطأ عشان خاطر هو انحاز أو مال لجسده ومال للشهوة. يعني ما تولدش من الله، ما ده برضو برهان يا أبونا، لم يولد من الله لأن لم يختار أن يبدأ يولد من الله، يعني لم يبدأ صح يولد من الله، يعني ما اختارهوش أن يتولد، يعني ما اختارش يمشي الطريق اللي يؤدي للهدف اللي ربنا خلقه عشان كده أخطأ.
لأنه قوانين يعني القانون المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع أن يخطئ، لأن زرعه يثبت فيه، ما كانش فيه حاجة ثابتة فيه، لأنه ما كانش ثابت في المسيح يبونا، لأنه ما كانش ثابت في الله، لأنه ما قررش أن يبقى عضو فيه ويكون الله راسه، ما قالوش أنا عايز أبقى راسك أو عايز أفهم حتى، ما هو من البداية أصلا ما كانش فيه بداية، يعني هو أصلا لم يبدأ أن يبدأ، فهو لم يختار أن يبدأ، لم يسأل أن يبدأ، لم يسأل كيف يبدأ، فما ثبتش لأنه ما اختارش، فما تولدش، فأصلا ما حصلوش ولادة روح من البداية، فطبعا أخطأ. لكن لو اتولد واختاره كان الله بإراسه ما كانش هيخطأ. اللي الناس قالت يا ابونا وقال إن آدم كان كامل إزاي، يعني ما احنا اتناقشنا في المرة اللي فاتت في الموضوع ده، كامل إزاي لما هو أصلا كان لازم يديله مطلق الحرية، كمال اللي هو كمال الحب وكمال الامتلاء ده لازم بالاختيار، فهو ما اختارش، فما بدأش، يعني ما كانش فيه بداية ولادة روح، هو عايش بالجسد بس حاجة نقية. آسف يا ابن قطعتك. الله مش موجود في فكره، أو الله مش هو اللي كان، مش بياخد مشورته من الله، او المعنى صح مش منقاد من الله. احنا النهاردة دايما بنقف نصلي بنقول قودنا يا روح الله القدوس، ولما مثلا بنصحى الصبح من النوم بنقول يا رب يعني املك يومنا، قود يومنا، خليك انت السيد لهذا اليوم. لكن ابونا ادم ما فكرش ان هو يتكلم مع الله. هتفتح الانجيل من التكوين الى الرؤية مش هتلاقي عبارة وكلم آدم الله. يعني يخيل لي أن أبونا آدم، أو يصور لي أن أبونا آدم كان خرس، على الرغم أن ربنا كان عطيه موهبة الكلام، إلا أن هو عايش في حالة من اللامبالاة، ما تكلمش مع الله، فخطأه اللي كان لإنحيازه لجسده ولذاته. المشكلة الكبيرة هو الله كان عايز منه حياة واحدة بس، إيه هي؟ يقول له يا رب هو أنا صح لو كلت من شجرة معرفة الخير والشر هبقى إله حقيقة، هبقى إله؟ ده السؤال الوحيد اللي كان منتظره الله من أبونا آدم. كان الله يرد على أبونا آدم، كان يقول له يا آدم أنت لو هتبقى إله كنت خلقت نفسك بنفسك، أو كنت كائن بذاتك بالمعنى الأصح، زي ما قال الله لموسى النبي لما قال له طب راح أقول لهم مين الإله اللي كلمني دي؟ قال لهم قل لهم الكائن بذاته أهي الذي أهي أو يهو الذي يهو. فالله هنا كان عايز أبونا آدم يكون يلجأ ليأخذ مشورته، لكن أبونا آدم للأسف أطاع الشيطان وأطاع أمنا حواء وأطاع إرادة أو رغبة جسده فسقط. فسقوط أبونا آدم أصبح طبيعة حيوانية، ويتكلم عنه القديس بولس الرسول إن لم يموت الحيواني أولا. فالله دايما كان مركز على أبونا آدم بالذات، وكان مركز على حتى نلاقي كتير في الإنجيل أبونا آدم الله يقول يا ابن آدم يا ابن آدم، فكان عايز يفكرنا يعني بالإيه اللي حصل مع أبونا آدم. القديسين فيها محالة أبونا آدم، عشان خاطر كده قدروا ينطلقوا لقدام بسهولة، حتى لو بعض سكوت لكن قدروا ينطلقوا لقدام بسهولة. ليه الله ما ختنش أبونا آدم؟ لأن طب حضرتك هنتكلم على الختان، وأول إنسان حصلت في حياته ختان هو كان أبونا إبراهيم، اتكلم عن الختان. القديس استفانوس او الشهداء ده هو رئيس الشمامسة، واتكلم عن الختان القديس بولس الرسول. بس اللي وضح الختان بصورة كبيرة جدا كان القديس استفانوس، لانه امتلأ من الروح القدس في الوقت ده. قال لليهودي قال لهم يا قساط الرقاب غير المختونين بالقلوب والأذان، ده في سفر الأعمال الرسل
57. يعني الكلام ده يعني انتوا لا راضين تطلعوا خطاياكم وتعترفوا بيها وتكشفوها امام الله، ولا راضين تسمعوا صوت الله. فكده انتوا لا اصبحتوا مختونين بالقلوب ولا اصبحتوا مختونين بالاذان. طب نيجي لابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم الله قال له اطلع يا ابراهيم، سيب ناسك وسيب اهلك. سمع وطلع مختوم بالاذان، بيركع قدام الله ويقول له شرعت ان اكلم العلي وانا تراب ورماد. يعني يا رب انا اقل حاجه في الكون، انسان بيكلم الله من قلبه، كان بيقول لله انا اقل حاجه في الكون، انا تراب ورماد، يعني انا انسان نجس، يعني انا انسان كل خطايا. فده انسان اعترف لله بما في داخله، انسان سمع لصوت الله، انسان كان بيخاف على قريبه لما لقى ابن اخوه في اسر او في حاله من الضيقه جرى عليه، انسان عنده محبه للقريب. فعشان خاطر كده حصلت صداقه بينه وبين الله، لاني اللي بيخليني صديق لله هو اني افعل مشيئه الله. كذلك القديس بولس الرسول بيتكلم عن موضوع الختان، بيقولك الختان ينفع ان عملت بالناموس. وايه هو الناموس؟ الناموس هو القوانين والوصايا المفروض الانسان يعيشها، لان الوصيه هي اسرع طريق للشفاء من مرض الخطيه. الله لو اعطى ابونا ادم الختان ما كانش هينفعه، ولو اعطاها الطقوس ما كانش هينفعه، لانه مش هيعمل بيهم. فليه الله يتعب نفسه مع انسان مش هيعيش حياته، او بالمعنى الاصح مش هيعمل بوصاياه؟ وده حال ناس كتير في الدنيا، الله بيتجنبهم، او بالمعنى الاصح بيسيبهم عايشين، بيديهم خيارات كتيره عشان لما يقف قدام فرصه الدينونه يقول له انا ما منعتش عنك شيء. اصدق عشان بس في ناس يبونا ما بيعرفوش يفهموا غير لما الكلام يبقى لبن زي الاطفال يرضعوا. قصدي حضرتك ان الطقس الختان يعني الطقس ما كانش هينفع معاه لانه مش هيعيشه، فده برهان ان الموضوع مش طقس. ايه الفايده يقول له هات حته من جسمك اذبح نزل دم وهو مش عايش الختان اللي هو كشف بموت؟ اللي هو الختان يعني انكشاف الانسان نتيجه موته، يعني قبوله ان تموت العبوديه فيذبح عشان ربنا يفكره يعيش. ما كانش هيعيش حياه الموت وهكذا، ما مش هيعمده لانه ما كانش هيعيش حياه الدفن. فايه الفايده يعلمه طقس ترتيب مش هيعيش الحياه بتاعته؟ زي المسيح خد الطقس طلع الحياه بتاعتها. ففي ناس ما قالهاش. وبالعكس اخنوخ، انا اسف اقطع كلام حضرتك، اخنوخ ما مارس الطقس لكن عاش الحياه فوصل. فده برهان لينا ان 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 الاثنين ما عملوش طقس لكن واحد اللي هو اثنين، يعني ادم واخنوخ. ادم ما مارسش طقس بس ما عاش، اخنوخ ما مارسش طقس بس عاش الحياه. فدي اللي تنطبق عليه رساله بولس روميا لما قال الناموس الختان ينفع لمن يعمل بالناموس، ولكن ان كان الختان ينفع لمن يعمل بالناموس، ولكن من صار متعديا يعني متعديا على الحياة نفسها فصار ختانه غرة، يعني صار الطقس بتاعه نزل في المية في, 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 في كل الكنائس الكاثوليك والأرثوذكس كأنه ما حصلش. خد العربون وما تحطلوش حساب في الرصيد في البنك، اتحطله حساب في البنك وما عرفوش لغاية لما مات وما عرفش طريقة في السحب فصار فقير. ولكن إن كان الأغر اللي هو أخنوخ يحفظ أحكام الناموس زي والشهداء اللي احنا سميناهم في الكنيسة مصر الكنيسة القبطية الشهداء بالدم عاشوا الحياة الموت، صرخت إن كان الأغر يحفظ أحكام الناموس ويعيش يعني الحياة افلا تحسب غرته ختانا؟ يعني الشهداء دول واخنوخ ما يتحسبوش ان هم دول مختتنين؟ لان الموضوع روحي، ختان فكري يعني انكشاف بموت حقيقي
وتكون الغرة التي من الطبيعة اللي هو أخنوخ وشهداء الدم هي تكمل الناموس، يعني يعيش الحياة نفسها، حياة الموت عن العالم وأن يحيا بالمسيح. تدينك أنت، تدين كل الناس اللي تعمدوا في الكتاب، تدينك أنت الذي في الختام والكتاب لأن تتعدى الناموس. فمش هينفع ربنا يدي آدم قصد حضرتك طقس، عشان في ناس ساعات مش بتبقى فاهمة الكلام الكبير بتاح، يعني الناس عايزة زي حد ينقط لهم نقاطة، يعني مش هينفع الطقس ادبح او انزل في 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 المية جرن ما، لانه مش هيعيش. فادم قصد كلام حضرتك ما كانش هيعيش. صح كده. الله لما حب يختن ابونا ابراهيم ختنه على سن كبير، مين النهاردة يقبل ان هو يتختن ودخل على 90 سنة؟ ومين النهاردة اللي اهل بيته كعبيد ابونا ابراهيم او كالناس اللي معاه خدامه يقبلوا كلهم يتختنوا؟ والختان حياة مش سهلة، حياة صعبة مش سهلة، اللي هي عملية الطهارة. ولكن الله كان بيقول لابونا ابراهيم خلي بالك، الختان ده رمز الحاجة، دي المنطقة اللي انت سقطت بسببها، ده سبب ضعفك، انا بعرفك مكان ضعفك. فابونا ادم استخبى تحت الشجرة، لكن ابونا ابراهيم اتكلم مع الله، والشجرة دي رمز للعنة. سيد المسيح في العهد الجديد وضح الموضوع لما لعن الشجرة، اللعنة رمز للشيطان أو رمز للخطية. لكن أبونا إبراهيم كان الوضع مختلف، أبونا إبراهيم واحد كاشف نفسه لله، فمن هنا الله أعطاه الختان وأعطاه تقديم الذبيحة وأعطاه أمور كثيرة، قدم نفسه عنه. أبونا إبراهيم الله قال له خد ابنك حبيبك وقدمه لي بكل محبة وكل سرور، أذان مخطون عنده قدم لله. هي المشكلة الوحيدة اللي الله مش يعني من حكمته بيعملها مع الإنسان، إيه هي؟ إن الله لو كشف للإنسان طبيعته مرة واحدة أو طبيعة نجاسته أو طبعه اللي هو فيه، أول حاجة يعملها الإنسان هيعلق مشنقة نفسه ويشنق نفسه. لكن الله واحدة واحدة بيدرج الإنسان، واحدة واحدة بيكشف له طبيعته، واحدة واحدة بيكشف له طبيعته، بيكشف له المرار اللي صارت فيه طبيعته. والله عشان يكشف إن هو يعني حنان عن نفس البشرية وضح الموضوع ده مع القديس بولس الرسول. القديس بولس بينما هو بيكتب رسائله يكتشف طبيعته، لكن الله لو قال له مرة واحدة يا بولس انت طبيعتك كذا وهوريك طبيعتك كذا، مش هيمشي ورا الله، مش هيمشي، مش هيقدر. ليه؟ لان ده واحد اشترك في قتل، واحد ما كانش عنده حرمة للنساء بيجر الناس على السجون، واحد ذاته عالية ومرتفعة. فأول ما مرة واحدة تتحط قدامه خطاياه كلها لا يحتمل، لكن الله يدرج واحدة 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 واحدة، لدرجة أن القديس بولس الرسول بعد فترة استنارة طويلة ابتدى يصرخ من طبيعته. أول ما الله بس الله سنده في الأول، كان لازم يكون في عصا وعكاز سنده في الأول عشان يمشي في طريق الروح وبعد كده يكتشف طبيعته. أول ما مشي في طريق الروح وابتدى يعني يشبع من الله، حتى لو الله كشف له طبيعته فكان بيحتمل ويقول له يعني يا رب أنا محتاج تكشف لي أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. وكل الإنسان ما يشوف نفسه في عين نفسه إن هو نجس، كل الله ما يحن على هذه النفس ويتعطف عليها، ولازم ده يكون مبدأ كل إنسان. فالله ليه كل المجد
عارف إن نفسه تنمو إزاي. أكتر حاجة تعبت الله من أبونا آدم لا مبالاته، وأكتر حاجة حببت الله في أبونا إبراهيم هو سماعه لصوت الله وعدم تأخره في إن هو يلبي كلمة الله أو ينفذ وصية الله. بيسجل كده. اتفضل يا ابونا. بس عايز أسألك على حاجة بقى يا أخي، يعني أنت حضرتك دايما بتتكلم عن القامات الروحية في السماء، أو عن مثلا أماكن القديسين في السماء زي مثلا أبونا أخنوخ وأبونا دانيال النبي وأبونا إيليا والقديس يوحنا المعمدان والناس من العهد الجديد زي القديس أنبا مسيح والقديس إيلاريا. هل في الأيام الجاية الله وراك إن في ناس هتوصل للقامات دي؟ هل في ناس هتحب الله حتى يعني محبة كبيرة زي الناس دي؟ وهل في ناس هتوصل معاك في أيامك أو زيك؟ كان القديس أنبا أنطونيوس اتكلم عن حاجة، يعني ده اللي مطمني إن في ناس هتوصل، حتى الله حاطط الموضوع ده جواك يقين. ليه؟ لأن أنبا أنطونيوس اتكلم عن الموضوع ده، الله قال له إن في ناس هيوصل أعلى قمم القداسة في آخر الزمان. والملاك قال للقديس الأنبا بخوميس برضه، يعني أوضح له كان في رؤية، قال له يعني وناس آخر الزمان هيكونوا متفوقين جدا في القداسة. هل صح يعني في ناس في أيامنا دي هيوصلوا زي القديسين دول؟ ربنا وراني في رؤى كتير جدا حاجات مذهلة. أنا من ضمن تسجيلاتي ورحت أماكن بلمح على شخصيات. أنا ممكن أقول لحضرتك يعني الجملة كلها لما وراني أماكن في السماء المسيح اللي هو بين الـ24 قسيسا، وفهمني إن الـ24 هما مش 24 مكان أو كرسي، لأ ده هو رمز الناس عاشوا النور كاملة. كان من ضمنهم الأنبا كراس، وكان جمرة نار، وكان من ضمنهم أنبا تكلة هيمنوت الحبشي، وكان أكتر واحد كان نار لدرجة خفت منه. يعني في كان كذا واحد في الرتب الأولى اللي هم أنقروا ذاتهم للمنتهى وأضاعوا ذاتهم للمنتهى زي القديسة أنسيمون وكده. فقال لي كمان إن في الزمن ده زي ما حضرتك قلت أنبا أنطونيوس قال في الرؤى بتاعته والأنبا صمويل والأنبا بخوميوس، إن في الآخر الأيام فعلا في ناس هيفوقوا اللي في القرون الأولى. وقال لي واحد في أمريكا نفس الكلام. يعني أنا في واحد ربنا كذا واحد بيوريني رؤى عنه، ريك جوينر، وقال لي أنا فعلا عطيته رسائل وقال لي هتروح له، وكذا واحد برضه في الصين وفي الهند وراني في الرؤى بدقة متناهية إن يعني في ناس هروح لهم في لبنان وقال لي ان ورى الناس زي ريك جوينر ان في الايام الاخيره هيبقى في ناس اعظم من بولس الرسول. انا بقى وراني وحدد لي، كل واحد بيوري له بشكل معين وحسب بقى الطريقه واللي يفيده واللي يفيد الاخرين اللي حواليه. انا وراني بحق وحقيقي ناس زي اب كاهن في القاهره، وراني مكانه وراني اسمه، رحت زرته بس ما قلتلوش على الرؤية. قال لي ان ده هيبقى زي ماكسيموس وديماجيوس في السماء. وراني مكانه ورحت زرته، هو فعلا كلمة ملاك يدوبك تنطبق عليه. قال لي بس لسه ما بدأش يجاهد، هو وسط عمره يعني لسه 50 او مش كبير ومش صغير. قال لي هيجي وقت يبتدي ينطلق وهيجاهد جامد قوي. وراني ناس زي اوريدي يوحنا المعمدان بس ما اعرفش مكانهم، راجل وست شفتهم زي روح ربنا كان طاير بيا وخدني فوق
الكرة الأرضية، شاف اتنين محلقين فوق الكرة الأرضية وبيصلوا من أجل العالم، بس ما قاليش مكانهم، بس شكلهم مش أجانب، شكلهم ممكن مصري ممكن سوري، ده اللي أنا حسيته، بس مش أمريكان أو أوروبيين. واحدة منهم وهي كانت بتصلي بصت لي وابتسمت وظلت تصلي، لكن الشخص التاني شكله في السبعينات في الثمانينات حاجة زي كده، وهي برضو كده شكلها كده، بس مش رهبة، سيدة أنا ما عرفش مكانها. بعديهم شفت واحد برضو وصل يعني ممكن أقل شوية، بس برضو ما قاليش مكانته فين، بس في الأربعينات طاير بيلف حوالين الكرة الأرضية ربنا بيبعته. حاولت أعرف مكانه، قال لي ربنا هتتعرف عليه بعدين. وراني في الزمن أن أنا ورايح واد النطرون بعد الضيقة العظيمة، بعد الضيقة اللي هتحصل في مصر والصعيد كله هيبقى دم، وراني وأنا ورايح هتقابل معاه، بس ما قاليش مكانه حتى الآن. وراني واحد برضو زيه اللي هو كان غني جدا وعامل شحات في الصعيد، قال لي برضو ده العظيم من القديسين، يعني قال لي دول العظماء في القديسين على الأرض كلهم الأربعة الأشخاص دول، ومش عارف الفرق بين الدرجات بتاعتهم، بس حسيت ان الاتنين دول كانوا أعلى ناس، فحسيت ان هم امتلأوا كل الملء، وحسيت ان هم زي يوحنا المعمدان. وقال لي كمان الأعجب من ده كله من الأربع أشخاص دول، وبرضو كنت شايف وقتها أبونا أبراهام الصموئيلي كان طاير بأجنحة عالية جدا جدا، بس دول أعلى منه، اللي هم الأربع أشخاص دول أعلى منه. قال لي إن في ناس هتفوق القديس يوحنا المعمدان في الزمن ده. وراني شابين قال لي ربنا سابقينك من زمان، يعني من 20 سنة وراني إن هم، قال لي انت حاولت يعني شوف الرؤى ازاي بيجروا في الطريق، ازاي بينتقلوا فوق قمم الجبال، وهم كانوا في العشرينات برضو ما عرفهمش. قال لي دول عبروا وقاموا وحصل لهم صعود، وشفت المسيح ماشي معاهم فوق قمم جبال، بس برضو ما عرفهمش. ووراني برضو واحدة في سوهاج في شارع اسمه شارع الجلاء، قال لي دي هتبقى بقامة القديسة أنا سيمون، وهتبقى توصل لدرجات أعلى درجات السياحة. وراني مكانها، وراني بيتها، وبس أنا لسه ما تعرفتش عليها. وراني برضو واحدة برضو في سوهاج بأجنحة كبيرة جدا، وشفتها وقابلتها بس ما قلت لهاش، خفت لحسن تتكبر أو مش ده وقتها. وراني برضو واحدة تانية قال لي هديها زي مريم المجدلية برضو في سوهاج، وشفت حاجات غريبة يعني مرات المسيح بياخدني في وقته لما كان هو على الأرض زي مريا اللي بتشوف حياة المسيح، بس أنا ببقى موجود في يعني موجود في الحادثة، يعني اللي جنبي شايفني وأنا شايفه. فمرة كنت واقف تحت الصليب والدم كان بينزل علي، وواحدة واقفة جنبي في نفس الوقت اللي ربنا معيشني حادثة الصليب كان برضو هي كانت معايا. وراني مكانها في سوهاج وسكنة فين، وسألت عليها وعرفت مكانها، بس ما قاليش روح أسلم عليها، وقال لي دي هتوصل زي مريم المجدلية بعد ما بقت قديسة. وراني ممثلات هيوصلوا لأعلى درجات السياحة جدا جدا جدا، وراني كذا ممثلة مشهورة جدا، وممثلة ثلاث ممثلات، ووراني راقصة في مكان ما، وانا عشان مش ما بروحش وما اتفرجش، بس قال لي على اسمها ووراني شكلها، قال لي هتوصل لدرجات اعلى درجات القداسة، قال لي زي حكاية القديسة مريم المصرية ما اتغيرت، في ناس هتتغير قوي، بس الاعجب من كده اللي هو زي ما قلت لحضرتك ان في ناس هتفوق يوحنا المعمدان، لانه هينكروا ذاتهم اكتر وهيوضعوا نفسهم. والله المسيح قال لي أنا عارف قبل إنشاء العالم إن هم كانوا عايزين كده، أنا قلت الأصغر في الملكوت السموات أعظم، وبروح الله بيتفهم كلام الله. هو قصده ناس كتير قالوا بيقارن نفسه بيوحنا أو يوحنا بالمسيح، طبعا مفيش وجه مقارنة، المسيح أصلا لا يقارن أو إنسان يقارن به، ومفيش بنيان إن يتقارن إنسان بالمسيح. يعني أنا الوقت
إيه يعني لما يقول أنا هبقى أعظم من يوحنا؟ طب إيه اللي بنت المعلومة دي؟ طبعا المعلومة مش صح، يعني ناس قالوا هو بيتكلم عن نفسه أنه هو أعظم من يوحنا. طب ما هو الله اللي ظهر في صورة إنسان، الكتاب قال كده عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد، إيه اللي هيبنيني لما يقول لي أنا أعظم من إنسان؟ لا، طب هو بيقول أنه هو فعلا أعظم وليد النساء، بس مش معنى كده أن ما فيش إمكانية أن ممكن حد يبقى أعظم منه. فأنا لما سألته طب إيه الإمكانية أو إيه الشروط، فقال لي الأصغر، يعني اللي يقدر اللي يرضى يوضع نفسه أكتر. وقال لي أنا كنت عارف قبل إنشاء العالم مين اللي هيوضع نفسه أو عايز يوضع نفسه أكتر ومين عايز يحبني أكتر. يعني لما قال لي مثلا القديسة إلاريا أكتر واحدة حبتني، فهمت أن هي كانت قبل إنشاء العالم كانت سألت المسيح، قال لي أنا عارف أن دي هتحبني أكتر واحدة، قال لي مفيش إلاريا تاني الوقت، بس الأيام اللي جاية قال لي إن في ناس هيبقوا زي إلاريا، في ناس تانية هيبقوا زي إلاريا. فوراني طبعا حاجات كتير، ده اللي فاكره الوقت، ده اللي أنا فاكره الوقت، يعني اللي هي اللي حضرتك سألت عليه. فعلا في ناس زي ما زالت بالفعل، في ناس برتبة يوحنا المعمدان يعني امتلأوا كل الملء وعبروا ووصلوا لصورة الله ومثاله وقامت ملء المسيح، اللي هم الأربع أشخاص اللي شفتهم باختلاف التدريج ودرجات بسيطة، وفي ناس هتبقى زيهم وفي ناس هتسبقهم. وراني ان في شباب هيسبقهم يعني. فده بيأكد أقوال الأنبا أنطونيوس وأقوال والمسيح. قال لي كمان إن بعد الافتقاد، ودي أصعب قوي مش في مصر وبس، ومصر وأمريكا وبعض بلاد، وربنا قال لي أنا هفتقد أوروبا بعد ما يفوقوا على من الضياع اللي هم فيه. بعد كده ربنا وراني إن في ناس يعني آلاف هيفوقوا القرن الثالث والرابع في القداسة. شفت مئات في مطرانية سوهاج، شفتهم رفعين بالأيام ركعين وبيصلوا. وقال لي هيفوق كمان اللي في القرون الأولى، لأنه ما فيش تشجيع زي زمان، فالله بينظر للكيفية يعني. وراني حاجات كتيرة جدا في أماكن كتير، ده بس اللي أنا بفتكره. وراني في ناس في لبنان هيتغيروا، هيوصلوا لدرجات هيموت عن العالم موت كامل وهيرتفعوا جدا وهيحلقوا زي السحاب. واحد مليونير ورهوني في لبنان، قال لي هيحلق كالسحاب ويفوق كل العزارة، قال لي كده. ده واحد غني جدا ملياردير في لبنان. وراني برضو ناس في سوريا هيوصلوا لدرجات عالية قوي. وراني برضو ناس في يعني محددة غير الراقصات أو الممثلات، لكن محدد لي تماما الاسم. وراني واحدة في انجلترا هتفوق القديسين برضو، وقال لي على اسمها ومكانها، بس أنا قال لي هي هتعرفها في يوم من الأيام وهتيجي تزورك، فأعرفها شكلا واسما بس لسه ما حصلش كل ده. وراني أنا برضو ناس في مصر هيحلقوا تاني وتالت، بس اللي كان مدقق قوي لما بيقول لي ده وراني واحد في سوريا قال لي ده هيبقى زي دانيال النبي بالظبط، غير اللي هم بقوا زي يوحنا المعمدان. وراني ناس هيبقوا زي برضو زي القديسة أنا سيمون زي ما أنا قلت، اللي هي واحدة في سوهاج. لا، وراني برضو كذا شخصية، وقال لي برضو هيوصلوا لأعلى درجات السياحة، بس أنا اللي افتكرت أماكنهم من غير ما أقول الأسامي وقلتهم. فربنا وراني إن هيحصل تغيير كبير جدا جدا. هو أصل كمان مش وراني في السماء وبس زي ما بقول لحضرتك أو في مرة واحدة، لا هي مرات كتيرة، يعني عدت سنين مثلا ألاقي نفسي في أيام المسيح في إشباع الجموع، دي المواقف اللي بيخليني أعيشها، زي بلاقي نفسي في لحظات وقت الميلاد في المزود، بس ساعات بتبقى ثانيتين ثلاثة وهلة كده هم. لكن في أوقات بيبقى لأ موضوع، زي تحت الصليب قعدت فترة لما الدم نزل عليا كنت أنا حاسس، ما عرفش إزاي يعني، زي آدم لما بيفرجوا لي كنت أنا مش حلم. والمسيح لما قال لي أنا بخلق، أنا أقدر أخلق روحك في أي وقت، وبلاقي نفسي أيام إليه. بس في أيام المسيح
ردا على سؤال حضرتك، في وقت إشباع الجموع وهو بيشبعهم وراني إن في ناس هيشبعوا قوي، بلاقي نفسي يعني في مكانين في وقت واحد، ألاقي نفسي في زي دير الريان، وراني في دير الريان رهبان يعني مثلا 10 12، هل هيوصلوا لأعلى درجات القداسة؟ في كل مكان، الموضوع مش في دير الريان ولا وادي النطرون، بس ده اللي أنا فاكره يعني، إن في ناس واخدها بجدية قوي قوي وميتين على العالم قوي وفي المغاير قوي بجد. فلما رحت دير الريان بعد كام سنة من الموقف ده، وانا وفي نص الليل كنت قاعد، هي لحظات شفت المسيح تاني، برضو خدني وقت اشبع الجموع، بس بيفكرني بيقول لي ده المكان اللي قلت لك عليه لما كنت بشبع الجموع، هي ثواني كده بيفكرني. وشاور لي على كم واحد برضو قال لي هيوصلوا لدرجات عالية جدا جدا في السياحة بعد جهاد وموت وانتقال لمراحل ودرجات وهكذا. وراني مثلا برضو في دير الأنبا مقار شوالع، مرة كنت بايت زمان قوي مش فاكر من 10 سنين لما ابتديت أروحه، وراني ان 5 6 كده رهبان، وراني شخصياتهم يعني أعرفهم في دير الأنبا مقار، قال لي دول برضو هيعبروا وهيقوموا وهيتحولوا ويوصلوا درجات سياحة عالية، بس ما قلتش لحد فيهم، يمكن واحد بس كنت عايز أشجعه قلت له كده هو، وده من أقرب أصدقائي رهبان في دير الأنبا مقار. وراني برضو في دير الأنبا صمويل برضو ظهر المسيح لحظة وأنا كنت في نص الليل وكان ماشي، قال لي الاثنين دول هيوصلوا لأعلى درجات السياحة، اتنين رهبان منهم واحد قلت له والتاني سافر بقى كان بيشتغل كان بيخدم في جنوب افريقيا اعتقد حاجة زي كده، بس بعت له رسالة وبعدين اتصل بي وقلت له ان انا شفت المسيح، قال لي ان حضرتك هتوصل لأعلى درجات السياحة وشفت غصن. فوراني في اماكن كتيرة جدا ناس هتوصل، ووراني في اللي كان محدد لي قوي زي الكاهن اللي في مدينة القاهرة في وسط القاهرة، قال لي ده هيبقى زي ماكسيموس ودومديوس، أو محدد لي قوي الفتاة دي هتبقى زي أنا سيمون، وكام واحدة قال لي هتبقى زي ماريا المصرية، وكان محدد لي قوي دي هتبقى زي ماريا المجدلية اللي شفتها تحت الصليب، أو ناس محدد لي يعني يقول لي مثلا ده هيبقى زي بطرس الرسول وهيبقى من تلاميذي ومن أقرب تلاميذي، ده واحد صديقي في سوهاج. ووراني ناس تانية بيحدد لي، ساعات يحدد لي يقول لي ده زي يوحنا الحبيب هيبقى مكانة يوحنا الحبيب في السماء، فساعات بيبقى محدد لي الشخص والمكان، وساعات بروح وساعات بقول له كمان، وساعات ما يكون لسه ما جاش الوقت. فوراني فعلا حاجات كتيرة جدا، أنا بس بحكي مقتطفات لحضرتك يعني. طيب يا ابونا، في موضوع برضو مهم جدا، العهد القديم الله رتب كهنوت، والكهنوت برضو فهمنا ومواضيع طول شرحها واتكلمنا فيها قبل كده، اختار 2 من اب واحد وام واحده اللي هو موسى وهارون، وورانا ان الكاهن الحقيقي الوسيط الحقيقي اللي كان بيكلم الله ويوصل للشعب كان موسى، لكن كان كاهن ضمنا حقيقي جوهريا روحيا، لكن هارون كان رئيس كهنه شكلا، كان عايز يفهمنا من البداية ايه هو الكهنوت. جه في العهد الجديد فهمنا ان ما خلاش تلاميذه كهنة، وهو قال لا يوجد وسيط واحد، لكن اللي انا شرحه لي ربنا قال لي ما هو انت لما بتتولد انت فتقعد فترة طويلة زي ما في الكنيسة الاولى كان في موعظين نقعد فترة طويلة نسمع عشان لازم انا اقر، مش معقول انا ماليش فضل هتولد مسيحي، لازم انا اللي اختار لانه عرس، انا اللي لازم اختار عريسي، اقبل الهي، اقبل الكرمة والراس والحياة اللي انا عايزها، هل اقبل الحياة الابدية والملكوت عيشه ولا، فلازم اختار. ففي الفترة في الكنيسة الاولى كانوا مفيش الوقت الكلام ده، بيبقوا موعظين لغاية لما يكبر الشخص، يبقى 20 سنة 25 سنة 30 سنة براحته،
وبعد كده يبقى معترفين ويتعمد بيبقى كده بعد كده مؤمنين. ففي الفترة دي أنا محتاج كاهن بس يكون في الروح ويكون ميت عشان يقدر ياخدني ويكون شايف الله ويقودني. ده اللي ربنا شرحه لي باختصار أنا بقول لحضرتك، ويقودني ويوصلني ويفهمني الطريق كله والهدف كله ويكون نموذج حي، فيبقى زي موسى هو سامع الله ويكلمني بغض النظر فيه. في الأيام دي فيه طبعا فيه وسطاء حقيقيين وفيه قديسين حقيقيين وميتين على العالم وصورة للمسيح، لأن كل كاهن أو أسقف أو مطران أو بابا لازم يكون كأنه مسيح تاني على الأرض بغض النظر فيه أو ما فيش أو العدد، المهم يبقى. فبعد كده أدخل عهد جديد، ففي الكتاب بيقول في سفر الرؤيا جعلنا ملوك وكهنة، يعني أنا فاكر الآية دي متكررة مرتين في سفر الرؤيا أعتقد في أول إصحاح جعلنا ملوك وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان، وأعتقد في الإصحاح الخامس أو السادس جعلنا برضو لإلهنا ملوك وكهنة وسنملك على الأرض. وفي رسالة بطرس الأولى برضو قال آية مهمة جدا، أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى النور، الذي قبلا كنتوا غير مرحومين وبقيتوا مرحومين، أنتم شعب الله. أعتقد دي في رسالة بطرس الرسول الأولى. فكان قصده ايه ربنا ان احنا ملوك وكهنة؟ يكررها مرتين في سفر الرؤيا، وانتم جنس مختار كهنوت ملوكي. هل اشخاص معينة كان كلمة الله في سفر الرؤيا يكررها مرتين؟ يعني كتير قوي في زمان كنت لما كان خلاص النفوس بروحه يجي اب اعترف يقول لي لا ده غلط الكهنوت، بس ناس معينة ربنا لا نفخ فيهم وعطاهم الرتبة دي. لكن في كنائس تانية يقولوا لي لا ازاي الانجيل قال كده، فانا لقيت في الانجيل فعلا كده. بعد كده فهمني ربنا اللغز اللي هو الحقيقة اللي هي بعدين هتوحد الطوائف بعدين، لان فيش حاجة اسمها طوائف، هو طريق واحد. وفهمني ربنا ان الذات هي اللي خلت الطوائف مستمرة طول 2000 سنة اللي فات، لما يبقى في اتضاع المسيح قال لي هيبقى انجيل واحد شعب واحد رعية واحدة، ولا تخف أيها القطيع الصغير أبائكم، هنبقى قطيع حتى لو صغير مهم قطيع واحد بانقياد واحد. ففعلا بيقول الكتاب أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي. هل ده الكلمة الله دي لبعض الناس 1 في المليون؟ يعني عدد الكهنة بالنسبة على كوكب الأرض المسيحيين نسبة 1 في المليون، عدد الكهنة بالنسبة للملايين يعني كام مليون مسيحي في مصر؟ 30 مليون، ولا المهم في كام كاهن؟ نسبة 1 في المليون يعني، أو 1 في 100 ألف. فهل الآيات دي للنسبة 1 في 100 ألف كهنوت ملوكي وأمة مقدسة اللي هو بيتكلم على النسبة 1 في 100 ألف دول شعب اقتناء؟ بس هو بيقول شعب، أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء. فربنا قال لي أيوة أنا عايزك كل واحد زي إلي، عايز كل واحد زي يوحنا العدان زي العذراء، كل واحد عايزه زي أخنوخ. أنا ما قلتش أن في ناس محددة، وقال أنا قلت أمة مقدسة الكهنوت ملوكي الأمة المقدسة شعب اقتناء، يعني الناس اللي هم عايزين يبقوا للمسيح لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة. لأنه فجنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة، هل فعلا زي ما المسيح قال لي إن هو مراحل في الطريق أنا عايزك تبتدي زي ما تبتدي لكن في الآخر تبقى صورتي؟ لأنه فعلا لما أبقى صورة للمسيح هبقى صورة لله اللي هو المسيح اللي هو طقس ملك صادق اللي هو ملك صادق اللي هو المسيح الوسيط بين الناس والله، هبقى صورة لي وقامت ملئه. فكل واحد زي ما الكتاب بيقول إن هو خلنا جعلنا ملوك وكهنة، وأما أنتم مش الكهنة 1 في 100 ألف، أنتم جنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة. فهل هو كل واحد كان عايزه يبقى كاهن ولا ناس معينة تبقى ملك؟ وأي نوع من الملك؟ ملك روحي ولا ملك لابس ملوك زي أنت عارف الباباوات مش من القرون، حتى الآن لابسين لبس فاخر جدا جدا جدا. المسيح قال ويل لكم تعظمون أهداف ثيابكم، لبس فاخر ومجد. وهل هو قصد الملك؟ فإيه نوع الملك اللي ربنا عايزه ونوع الكهنوت اللي ربنا عايزه؟ يعني
يا رب أكون أنت عارف طبعا أكيد حضرتك فاهم قصدي أن الكتاب ما قالش أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي ومنكم ال- 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 الكاهو الكهنة اللي أنا عايزهم. هو قال أمة مقدسة، ما قالش من الأمة أو شعب اقتناء، ما قالش من ضمن الشعب ناس مميزة، لأنه عايز كل واحد صورته ومثاله. لكن الوقت يا ابونا اللي انا عايز اوصله لحضرتك ده مجرد بس نعرف عشرات من الناس، مش واحد ولا خمسة ولا عشرة ولا لا. يقولي لي لما بنقول لا باعترافنا ده مدامات في امريكا واستراليا وبالعشرات، يقولوا لهم احنا ابتدينا نمشي طريق قرب وكده، يقولوا لهم طريق قرب ايه اللي انتوا بتقولوه ده الاسقف اللي في الكنيسة او الاب اعتراف. لسه مدام بتكلمني النهاردة الصبح بكل امانة في استراليا بتقولي لما أب اعتراف عارف ان انا مثلا ابتديت اصلب جسدي، قال لها ايه امال ربنا عمل لنا اللحوم والحاجات اللذيذه دي ليه؟ فقالت له امال القديسين؟ قال لها لا انتوا احنا مش قديسين. والعبارات اللي بتتكرر كتير من ناس كتير، ومني انا بتكلم عن نفسي لما كنت في ثانوي برضه نفس الحكايه. أب اعترافي قال لي انت ايه عايز تبقى قديس؟ وقلت له طب هم كانوا عايشين حياه المد، لا ده حاجه تاني ماكسيموس ودوميديوس، الاريا حاجه تاني، حاجه تاني يعني حاجه تاني من ضمن الامه المقدسه، ولا هو كان عايزنا كلنا نعيش الملكوت وتبقى امه مقدسه وكهنوت ملوكي. فامور مؤلمه الحتة دي، يعني بدل ما يقول للناس زي ما قلت لحضرتك من كام يوم لما جيت قلت لحضرتك، يعني بدل ما يقول لي كان أب اعترافي، لا طبعا يا ابني لازم تبقى في القداسة وجاهد على قد ما اقدر، لان الكتاب بيقول كده انه مات كل النهار، والكتاب بيقول كده على فم القديس بولس جاهدت الجهاد الحسن، وفي الشدائد وفي الاصوام وفي الاضطهادات وقدم نفسي ذبيحة حية واشترك شركة ألامه وتشبه بموته. كان مفروض قلت لأب اعترافي كان مفروض تقول لي على قد ما تقدر يا ابني اترك جاهد موت زي القديسين وانت في مكانك، لكن للأسف لأن المسيح قال لي مينفعش واحد مش عايش حاجة مش هينادي بيها، مينفعش أي حد أي بطرك هينادي مهما كان إنسان بركة زي الأنبا أنطونيوس هينادي بالمستوى اللي هو وصل له، البابا بينادي بالمستوى اللي هو وصل له، بابا كلورس، الأنبا برقام، أسقف الفيوم، أنبا مقار، أي حد، البابا شنودة، أبونا متى المسكين، كل واحد، البابا تودروس، أي حد بينادي بالمستوى اللي وصل له، مستحيل يعلم حاجة هو مش عايشها. طبعا المسيح قال لي أيوة بس لو كان أمين أي راعي زي يوحنا العدان يقول لا روحوا للعريس، روحوا للعريس عشان يعمدكم بالروح القدس والنار، يعني يعمل فيكم ويقودكم انتوا، انا مش قائد. فزي ما حضرتك قلت المره اللي فاتت ان في بعض الرعاة البعض خدوا دور الروح القدس ومعتبرين ان هم قاده، وبدل ما يقولوا للناس لا احنا مش نار والروح القدس فيكم فيريد تقول لنا ايه الكهنوت اللي الله فتح ذهن حضرتك عليه، وايه الملوك الملك اللي الله فتح ذهن حضرتك عليه. ده ان الموضوع ده يا ابونا اساسي ومهم جدا جدا جدا، لان طبعا حضرتك عارف انا مش بتكلم على جنسيه ولا بتكلم على كنيسه قبطيه، ولا بتكلم على عموما على ان ربنا وراني اماكن كتير القيادة الكهنوتية أو الكنسية، مش بتكلم برضو على أرثوذكسية، القيادة بقت سلطة. أنت عارف الحكاية دي وأنت قلت لي فعلا ده حقيقي، وبعض رهبان متوحدين قالوا لي الحكاية دي، وفي كذا رهبة قالت لي فعلا بقت سلطة. برضو مش بتكلم على طائفة معينة، أنا بتكلم على الكاثوليك ولا بابا روما ولا، وأنا بتكلم عموما وفي كنائس إنجيلية زي ما حضرتك قلت بقت سلطة، مش مملكة حب وبذل. لو ما خضعتش للراعي بغض النظر عن القسيس أو المطران، وما سجدتش وعملت مطانية، ما عرفش إزاي واحد بيقبل حد يسجد له، فبقت سلطة في أماكن كتير وطوائف كتير، بقت سلطة مش مملكة حب وفيها بذل. وصورة للمسيح واضحة، صورة الناس تشوف صورة البذل، لا بقت سلطة.
مش عارف ايه الممثلة الفلانية البابا عمد اولادها علشان هي ممثلة. وبرضه مش بتكلم على مصر، مش بتكلم على طائفة معينة. المليونير الفلاني سهل ان يروح للب... المليارديرة دي عادي تروح للأنبا فلان وأبواب القطرية. بقية سلطة 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 سلطان، والدليل بيلبس تاج وممكنه في بعض الطوائف سلطة وعربيات سلطة سلطة، مش مملكة حب. فالناس طبعا مش دعوة هتكون دينونة الله شكلها ايه او ده مش موضوعي، هو نفسه الشخص ده الاسيس البروستانتي ولا البابا الكاثوليكي ولا بابا الارمن ولا المارون، مش دعوة. الناس نفسها في ناس تاهت منها رابطة ومنها من الولاء بتاعها، طب هتعمل ايه؟ للأسف ففي ناس مش فاهمة ايه الملوك والكهنة اللي ربنا عايز كل واحد يبقى صورة للمسيح الملك وكهنوت، يعني وسيط زي إيليا. إيليا ما كانش كاهن، وده اللي المسيح يمكن اتكلمنا مع حضرتك قبل كده ان المسيح قال لي ليه ما اخترتش إيليا كاهن، ليه ما اخترتش إليشع يكون كاهن؟ هو كان كاهن ضمنا، كاهن في الروح. يوحنا عدن كان كاهن حقيقي من الله، ما 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 ونوح كان كاهن وقدم ذبيحة ولولاده، فهو ده اللي فهمه لي ربنا ملوكه كان، يعني عايز كل واحد زي إيليا، عايز كل واحد زي يوحنا العمدان، عايز كل واحد وسيط. وأنتم نور العالم، نور نور نور، مش نور بمعيار أهل العالم والأرض، ملوك بالبي ام دبليو والمرسيدس بالمعيار، طالما خلاص اسقف يعني فيلا اسقف يعني جاكوزي وايه وبيتعالج ده علاج يا بابا، اسقف يعني مملكه، اسقف مملكه مملكه سلطان مملكه بمعايير البشر، مش بمعايير وقانون الله وقانون الحب والبذل، ان انا ابقى خدام. مفروض كل ما يعلى شوية راعي كاهن يبقى خدام، مؤسقف مطران خدام جدا، بابا يبقى المسيح بقى اللي على الأرض يخسر الرجلين، يخسر زي الأنبا برام عامل الباب على الشارع اللي بتخبط عليه في نص الليل ثلاثة خبطوا عليه. فده لأن الأنبا برام كان صورة للمسيح، فالملك الملك بتاعه ملك، بس ملك بقانون وصورة وطبيعة المسيح، يعني خدام. من أراد أن يكون أول الكل يصير للجميع عبدا وليس عبد أعظم من السيد، لأن اللي يرضى يا أبونا يبقى ملك بمعيار الأرض في فيلا وبي ام تابليو ومرسيدس. ده بيقول ربنا، بيقول للسيد المسيح أنا أعظم منك، أكيد حضرتك متفق معي، ليس عبد أعظم من سيده، لا بقول له أنا أعظم، أنا أعظم، ألبس لبس شيك وملوك وبي ام ده، أنا أعظم منك. بيقول ليس عبد أعظم، لا أنا أعظم منك. فيرتو الروح القدس على لسانك يقول للناس يعني ملوك وكهنة، جعلنا ملوك كهنة، يعني هبقى ملك لابس تاج ولا إيه، ولا الأمر الروحي ولا. ربنا يعوضك يا أبونا. ملوك وكهنة. طب حضرتك انت عايز المعنى الروحي ولا المعنى الجسدي؟ اتفق ان المعنى الروحي هو ان انا اموت بجسدي وزاد واتلاشى تصعب حياة السيد المسيح عشان يكون هو حقك مسيح.